أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الإجراءات التي اتخذتها واشنطن تجاه طهران بدأت تتحقق أو تحقق النجاح المطلوب، حيث باتت إيران تتعامل مع الولايات المتحدة بقدر أكبر من الاحترام مما كان عليه الحال في السابق. وقال ترامب في مؤتمر صحفي على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في بروكسل إن إيران ستتصل به في وقت ما وتطلب التوصل لاتفاق، وهو ما أكد أنه سيوافق عليه. وأضاف ترامب متحدثا عن الإيرانيين أنه يعلم أن لدى طهران الكثير من المشاكل وأن اقتصادهم ينهار وأن المسؤولين الإيرانيين يشعرون بألم كبير الآن.